راح منقادني واش اللي بصي الموقف الاجتماعي معاها ونشوفو كيما قال حبيبه مشي ما شغل ما بغات وما تشوفش شوفي السياري الا جات ما بغاتش Thank you.
الطلبه ديالنا ما نجيبوش الخدامه. سيدون جمعيتنا من الجمعيات اللي تتمنى لهاد الاطفال اللي تعبوا من قدر الخدمه. حيت انا لازم ماشي في الديور المعارف، لازم في المدارس باش يخدموا ولا يتعلموا. ماشي حنا اللي جبنا برنامج علينا باش يخدموا، واخا ماشي انتوما اللي جبتوها، لكن رحمة صاحبة الانسان، حنا كلنا بشر. حاولوا تساعديها سوسة، لكن انا ما نقدرش نساعدها. باش غادي نساعدها وين ما قدرت تساعد نفسها؟ عاونيها مثلا باش تقرا، خليها تبريك، خليها اول ما تقرا قربي لها كتاب، حاولي تعرفي شنو هي ظروفها، حتى هي عندها احلام ما تحققها، وماشي متساهله غير في نفس منها تتعامل مع الطريقه هذه. لكن انا ما نقدرش نتنازل ونتعامل مع هذا الشكل اللي كنقرا. تخلي راسك مكانها، عائلتك فقيره، محتاجه لك، تخدم مع شي عائله كبرت وكتجيك عشرات المرات كل يوم. لما سوسن كيدور، كيدور مر عليك ومر عليك، راجعي لكسك وغادي تعرفي على الشكل اللي كنقرا. عافاك الناس الحيلية والله ما حتقاتلو كبيرة ونبقى لك هنا، عافاك ما تسبناش لالا خاتم.